السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم يومياتنا، يوميات عائلة الشيخ ويا الباب الثام. هو استوني بدأت أنام والشيخ قام ورايح. الشيخ اللي أفتح له الباب القصير السقط هوس راح، قمت لبست وطلعت وراء أباوي عليه من الدرج، فتح الباب نزلت أضحك. قصور خال إيده ونايم. الشيخ قصور قوم يلا هوس يو هذا نوم ثقيل. الشيخ بخزرة ليش نزلتي؟ هوس أحم هي عادي. الشيخ قوم قصور فزة بسم الله الرحمن الرحيم خرب شيخ تريد تجلطني ها؟ الشيخ قوم الله غرفتك يلا. قصور اي يعني افراج رحم الله والديك، الله يعين اليوقع بين ايديك. هوس اضحك ضحكت فاتحتك عين وراح صعد باوعلي الشيخ. الشيخ صعد قدامي يلا هوس هاي اي صعدت للغرفة نزعت شالي والنوب طب كان شايل سند يلا خلي بفراشه تمدد تمددت اجى بحضني قال الشيخ هل طب قاعة عنودي مثل امه؟ هوس ها لا نفس ابو الشيخ بات ولاد قاعديني ما عندي شي. هوس غير الموضوع واضحك عسل متمددة يمن لو كبوة الساعة بثلاثة ونص توني بدت اقوم انفتح الباب وطب قصور فاتحتك عين ها؟ قصور شمر نفسه على اتشرباية اخ انا على ابو القميص متت نعاس خرب عسل يا عمري من افتح لك الباب قصور انطاني افراج يا خيي عسل اضحك مبين نعسان دينام عدل قصور اي تعي بحضني يلا عسل بس خلي ملوك ابو فراشه قصور اي تعي عسل من نمت وحضنته قصور احبك عسل باوعت لقيته نايم بس اتخدى ونمت ادم توني رجعت من الدوام طبيت السياره جاي اسد الباب ها واجا محمد نزل من سيارته محمد تعال احكي وياك آدم تشيت على الباب ها ما عندي وقت محمد بس دقائق آدم دقائق قلت لك ما عندي وقت فالساعة وتعال محمد بس آدم طبقت الباب وجهه أنا علمك طبيت للبيت كلها نايمة كانت الساعة بثلاثة الظهر سبعت مددت توني غافي ودق جهازي باوعت محمد لغيته وقمت نزلت لقيت أم آدم هلا يما شو وقت اجيت آدم هلا بيش يا الغالية قبل ساعة اجيت أم آدم أصب لها غدا آدم اي يما جوعان بس أطلع شوية عندي شغلة واجيش أتغدى أم آدم شيني هاي الشغلة وأنت لابس تراك سوت آدم يما بالباب هسا اجي أم آدم خوش بين ما أصب لك أم آدم خوش بين ما أصب لك آدم إيه طلعت بوعت واقف يم سيارته اتفضل محمد تعال روح بغير مكان نحكي آدم بوعت لو رحل صعدت بالسيارة إجا وساق وقف مكان شبه فارغ نزلته هو نزل محمد شي تريد مني بالضبط ها احكي آدم صوتك يا ولد إشبيك محمد شوف اسمع شي تريد ليش هتشي سويت ها آدم برود اي كل شي ما سويت بس قدمت ملفك الاسود للمدير وقلت له اكو ورقة ناقصة باكر ادزها الك ومن توصل بيده رأسة يطقك فصل وبعد ايش سويت ها مرتك الثالثة ببيتها من بغداد وانا حبيت اساعدها وقلت لها اطيج عنوان بيت ابو محمد بعد ايش سويت بذني ها مفاجأة اريد اقدمها لعشيرتك اريد اشوف ردة فعلك من يعرفون انه انت مو ابن ابوك الحقيقي انت ابن مرته فقط هذا اللي سويته محمد بس ذني بس انفصل من شغلي وينخرب بيتي من مرتي تعرف من زوج ومن مرتي تعرف من زوج الثالثة عليها وانفصل من العشيرة بس هيك ليش انا سويت لك بشنو ضريتك انا مو صديقك انا مو ادم بصياح كافي سويت لي تتذكر لو اذكرك كم مرة دزيت ناس حتى تموتني تذكر كم مرة هددتني وخنتني وزوجت اللي أحبها وإنه بديت أطلع كلام بالمركز عود أنضحك علي وأنا ضحكت عليك ضحكت علي كانت تضيع وقت هسه صرت صديقي أنا يا محمد ما يشرفني هيك صديق زبالة مثلك فهمت محمد توسل أبوس إيدك لا تقول أحد أنا مو ابنه الحقيقي آدم اسمع خلي أقول لك شيء أنا هسه بس هددتك وراح أنفذ كل شيء بس لا تخاف ما أقولهم أنه أنت مو ابنهم أنه مو ناقص مثلك محمد والدوام ما أريد أنفصل ما أريد زوجتي تعرف أنه أنا متزوج عليها خاف تزعل آدم لزمته من ياخته تخاف عليها مو وتخاف تحرج تجرح مشاعرها ها وما وملاك
ما خفت عليها، ما خفت من الله ومن تضربها، عبالك ما عرف انت تأذيها. آدم آسف، وش تريد أسوي؟ آدم طلقها. محمد بصدمة، شنو؟ آدم بعصبية، طلق ملاك، إيش أختار؟ إذا طلقتها وما أقول لأحد أنت متزوج وحدة ثالثة، بس بالنسبة للملفك الأسود لا خلص أنا انطيته، بس أكو ورقة مو مهمة فراح أحرقها، فأكيد بس يفصلونك كم يوم وقطع براتب، بس إذا ما طلقتها فصل عام أخليك تنفصل وأحرق وأضخم عشيرتك. محمد بتفكير وما فوق كم يوم وأخلص كل شيء. آدم قبل الأربعينية مع الإمام الحسين عليه السلام أطلقها، فاهم محمد؟ فاهم. آدم عفته وصعد بسيارة، إجا صعد وصلني، نزلت للبيت والله ما شويت شيء بعدك يا محمد، بس اصبر لي هسه بدأ وحش آدم يظهر. عسل جاي نتريق أنا وملاك وصادق والسودي، هوس والجهال نايمين، هوس هو يا الشيخ نايمين، عسل ها اقول لك صادق من تخلص عندك فلوس وتروح تشتري الحلويات توديها للمريم، حرام اخذنا حلويات الشيخ هنا الحاجين يعني الباحة، انت صادق كنتو برا مو عسل يما عزبا وعيت واقف يم الدرج ورافع حاجبة انا وصادق، واحد يبارو على الثاني اجا وقعد على التخم. الشيخ عرفت والله، بس قلت خلي اسكت هسه مو وقت، مو قلت الباحة كل واحد يروح لغرفته. صادق اضحك، وين احنا بنطلعنا؟ ما طلعنا اصلا الشيخ ما طلعته ويحكم ويا مريم، والموبايل اطيته قسوة. عسل عزف تحت عيوني بصدمة ما تفوت فايته، هوس بصدمة شلون عرفت الشيخ وانتي هم جنتي تعرفين مو هوس؟ ها لا الشيخ ايش اقول الباحة ليش ما تخليني انزل؟ صادق شلون عرفت يا عمي؟ الشيخ برود لا تنسوا لك انا شنو، وبعدين عرفت اول شي من شفت سنيد شاي الملاك وخات الورا التخم عباله ما اشوفه وهو نص راسه طالع ومشغل تليفونه، وكان باب البيت مفتوح ومن طلعت وانتو ختلتوا ورا السيارة سيارة شاهين شفت خيالكم، وقبل لا اوصل سمع صوت صادق من يحكي، وكانت غرفة قسوة طافي الضوء، ومن انتو صعدتوا لقيت الضوء مشتغل، يعني اكو احد صعد. هوس يمه والله ينخاف منك عسل، احنا رحنا بيها راح احكي نزل قسوة صبح علينا وقعد قدام الشيخ اي وان شاء الله ثانية اقول لك قسوة منو حارق القميص يعني منو كاوي القميص انت لو عسيلة؟ عسل بلعت ريقي باوعت القسوة باوع لي ظليت اتوسل بيه بعيوني قسوة انا الشيخ كنت مستعجل فطلعت الاوتي وما ادري احترق اخ الشيخ ما تصبر الصيحة لو مستعجلها قابل اذا تقللها تقول لك لا مو عسل عسل اي صح مدري ايش بيه دومه مستعجل لحد ما حرق القميص ابو القسوه يبوع اللي بصدمه قسوه فلك طفش كون على قولة جدتي دبتها براسي. عسل يلا صارت وراحت مره ثانيه قل لي عود قرصت هوس واشرت لها هوس الشيخ اي بويه بين ما مر على الديوان واشوف جدي وابوي واجي هوس اوكي عسل هو في يمه راح الشيخ وهوس قامت تسوي ضيوق قسوة بعسيلة انا كنت مستعجل يول صدق شيطانة عسل يو حبيبي يلا ولا يهمك خليه يولي هو قميص وانت كنت مستعجل قسوة انا اقوم اطلع احسن ما انجلط انت كذب كذبة وصدقها اخت الشيطان عسل قصير متنرفزني لان مرتاحة اليوم قسوة بخوش انا طالع عسل وين متريح ما تتريق قسوة لا رايح الياسر عندي شغلة وياه عسل رايح راح قسوة قمت انظف ورحت اشوفن رسل ما تقدر تقوم بطنها كبيرة هوس وهاي ريوق واجا الشيخ جاي يتريق ونزل وطن وسند توهم قاعدين وطن اجا بحضن الشيخ وطن صباح الخير الشيخ صباح النور تعال تريق هوس وسند باوع عنا عافنا واحد غرفة عمه نب يمها وباوعت للشيخ الشيخ خز راسه على من وطالع حاله بعد هوس عليك حبيبي طلعت عمه وسنيد ام اسد تعال حبيبي اقعد هنا وانا اجيب لك قلاص هوس انا اجيب قعد يا عمه قمت سويت له قلاص حليب وخليته بصفه قاعد ياكل وما يحكي ويا احد والشيخ يباوع له الشيخ يا حتى المزعطات تزعل خوش يلا وطن واسد اليوم اخذكم يم ابو صالح اسد الله نصعد حصان وطن خوش
هوس الشيخ يحكي سند يباوع عليهم خلصوا وقعدوا بالاستقبال والشيخ يسولف لهم قصص وسند قاعد بس ما يشابك بس عينه عليهم. آخر شيء الشيخ قام وشاله من ياخته ورفعه باسه وذاك ضحك الشيخ عابته الضحكة والزعلان ولك سند إيه حتى ما تعيط عليه الشيخ ها غير أبوك أنا يلا تعال. هوس وصالح سند هوس وصالح سند ويا الشيخ ورجع يحكي ويا الكل. ياسر حجزت إلك حبيبي نبصخم قسوة بيش الساعة ياسر بالأربعة سرانة أول شيء إحنا قسوة بهاي السالفة ياسر انشب وروح وهسه وتعال بالأربعة روح. قسوة ماشي رجعت للبيت صارت بالأربعة قلت له قلت له رايح أطلع ويا ياسر. المهم وصلنا الدكتور طبينا فحوصات وكذا ننتظر هن. قال الدكتور حسب ما قلت أنت واقع علي فمتأذي قلت له بس لا تخاف مو هواية بس اجيت بالوقت الصحيح همزين ما تتأخر ما تأخرتوا هاي مبتلى علاج ولا تشيل شيء ثقيل أبد منا الشهر والله كريم. قسوة تسلم دكتور يلا طلعنا. راح ياسر الصيدلية وأنا قاعد بالسيارة اجا وقال ياسر عبالك جايب مرتي حامل اشمالش يا خيه ما تقليلي شكلج الدكتور شقلج الدكتور. قسوة خيه قال لي الطفل صاير صفح ونازل نامي على ظهرك ولا تتحركين. ياسر يا خيه وقلت لك لا تخليه ينزل ما يضرب لك ترى مو زين. قسوة لا خيه قالت عادي اصلا هذا العلاج الزين. ياسر تف عليه كذب سز. قسوة قوة خليني احكي وصلنا البيت وهذه المصيبه عسيه الاشواح يسكتها طبيت وتلقتني بالحديقه عسل هاي شنو دوا. قسوة اضحك دوا الكل داء عسل استغفر الله اقصد هذا العلاج شنو احكي حكالي كل شيء. ومن ياسر اخذه وحجزنه حجز له وجاب له الدواء وختمها من قال هذا علاج الاصيل عز اشقد ما تستحون انتو تعال فوت. قسوة اي اخ بويه يا بويه عسل هو ها امضل يعبج. قسوة هاي كلياتك مو مجلك. قسوة ايش اريد اعيش اللحظة عسل ومنا بدينا ما يتحبك وقلاص الماي ما يشيله. قعدنا نتعشى وبعد يشيل الخاشوقة وفجعها شاهينا خيمة تريد عشى مو اي دقو. قسوة لا والله انا عارف الاكل بس شلون اشيل الخاشوقة الدكتور قال لي مو زين عليك شي ثقيل الجد خايب قال لك ثقل مو خاشوقة لا تشيلها. قسوة اخاف على نفسي الله عسول وكليني عسل. قسوة ايش قسوة يابا وكليني يما قابل عيب. ام اسد اضحك لا يما مو عيب وكلي حبيبتي عسل احم طلعت اوكله وشلع قلبي الشيخ طفل ولوق لك. قسوة بشقة هاشية غبت يلا هواس وكلي اسدج اخ كالعادة جتني خاشوقة ماي الطبشي وهالمرة براسي. الشيخ انشب سز اغار منك دنشب واكل الكل يضحكون عسل كملنا عشاء وقسوة اخذ علاجه وبقينا نسولف وعاد صعدنا ملاك نامت وقسوة اتمدد صافن كنت العب بجهازي اخذه وقال قسوة عسل نلعب لعبة عسل انداريت وانتي شيت على ايديه وقلت له ايش نلعب. قسوة باعي نلعب لعبة اسمها الصمت او الذل عسل هاي شنو اول مرة اسمعها. قسوة بضحك هاي انا وياسر طلعناها. المهم باعي اتحداك ما تحكين منا الباكر العصر يعني منا الباكر ما اسمع صوتك بس تقدرين تحكين ويا البقية بس كون ما اسمع صوتك. عسل ما افتهمت. قسوة بخرب ولك يعني الصمين خمسة وياي وإذا سمع صوتك تخسرين شكلك شكلك تسوين لمدة يومين وإذا فزتي وما حكيتي باكر إلك هدية كبيرة. عسل لا عيني ما أريد شكرا. قسوة عرفت ما راح تلعبين لأن جبانة ما تقدرين. عسل لا والله خلاص موافقة ألعب أوكي. قسوة ماشي وتبقين ساكتة وشكلك شكلك تسوين. عسل أوكي نبدي يلا. قسوة بقي عسيلة شكلك تسوين لا أخنقك وأتزوج عليك مفهوم. أخت عسل لا والله شايفني تايها وأنا وخليت إيدي على حلقي عليك العباس خلي نعيد والله نسيت. قسوة أضحك ماشي بعد حلفتيني بالغالي نعيد أبدأ وبدينا هلا والله أحن جقاوتي قومي وطلعي لي ملابس أريد أسمع. عسل هويت رسلي وقمت طالت لها ملابس وبوعت لازم جهازي ويقلب بي رفعت الملابس وأشرت الشغلة هو ولا أتشنى أدري بي يسوي لي عناد بس ولا أخسر. وقفت قدامه وخليت الملابس بوجهه بعدين من وجهه
ورجع يباوع بالتليفون خرب شلت الملابس شربتهن بالكنتوة اتمددت باوع لي ضحى قسوة اضحك هاي تعتبر خسارة متنفذين طلباتي حلوة يلا قومي طلعي لي ملابس عسل قمت بعصابية طلعتها شمرتها ببجة ضحك وقام شمر الجهاز وقال لي هو وهو يطب للحمام قسوة لا تخلي راسك براسي الطفلة ولا تتحديني خسرج اخسرج زعطوطة عسل تمتتت اقدر اردا خراب احس النار صبت انا على المكهوف رحت تمددت وسويت شلت جهازي وصدمت الخبيث ماسح كومة برامج ومن ضمنهم الواتبات اخ يا قسوة يا خسير سوى هيجي حتى اخسر بسيطة هوف طلع باوع لي وضحك اشرت له بسيطة انا علمك قسوة شنو ما افتهمت ها قصدك تقولين انه قسوة عسل خزرته واشرت له انا علمك قسوة قاتم ضحكته شنو ها قصدك تقولين ادعولي انا صرت خبسة يلا تعاي ابحضني سودة عليا سودة عليا يا قسوة مرتك صارت خبسة اسئلة الخبسة لا تحاجونها عسل حضني ويحكي ما اقدر ابدا من حرق قلبي عضيته حيل من شتفه قسوة اخ والكم اخ الله يلعن بليزج مو سنون سجاجين عسل هف وبالقوات نمت بس يحكي ماما يوم العسيلة بس لا تزعنين باكر اوديج دار رعاية الخاصة مرة يقول لي خروس شلونك وانا متت شلت المخدة وخليتها على راسي وهي منه طب راسه جوا المخدة وياي وظل يبوس بمركبتي ظليت ادفع بيه ما اقدر احكي بس لا حياة تسمع يا عسيلة ادم لازم جهازي واتصفح بالانستا وصاف مباوعات منتظر ناشر مقطع شعب ادم ويلي على قلبك يوم انتظر طلعت رعت للواتساب ادز رسالة لرقم الجديد لولا اخر شي دزيت لشنو نتش ورا دقايق ردت مدري شلون جاب رقمه هذا انا ما اعرفه واضحك وهنا قلت له صور لي المحادثة احسن الك ودزها الي ملاك تمام وانت شلونك ادم انا الحمد لله ملاك ليش جنك تتحسر تعبان من الشغل ادم سكتنا وما حد دز شي اخر شي دزيت لها ترى الحسبة سببها انسان مرات ياخذ عقلك ويم غيرك يبات ويجي الليل وتخلص الليل شوقات اريد انسى العيون الشي بتني ادم اخذت نفس ودزيتها الها وشوية دزت ملاك حبتك صدق لحد ما صرت مجنونة وصارت شوفتك بالقلب عازة قزازة انت واحط لك بين العيون ويا عين التقمض على قزازة جنت ها وجنت بس هسه على حبك مالي رجعة ضاعت الفرصة من ايدينا ولو شفت بعيوني دمعة هاي فرحة بحياتي الجديدة وعلى حبك مالي رجعة وعالي عندي غيابك ما يهم ادم احس عصبتني حيل رغم كلامنا صار باشعاره ومن بس العاشق يفهم معناه الصحيح نزلت لها ادم نزلت لها وقلت ليش هالاعلان ادري بعدك تحبيني ومنو عادي عندك فراقنا وما كبرت اخذت نفس وطلعت من المحادثة وشفت توها ناشفة مقطع على حالة الواتساب عادي تروح بس يا قلبي بس بقلبي مو عادي اموت ودعتك لا غيرك عنادي ولهسه اضحك كذب لو فزت جروحي ولكن بالحقيقة اضحك على روحي مثل الجبل الطاح والتشمت به الوادم بقيت ابكي لحد ما دمع عيني فض لحد ما حظي قال لا تابعتك حلم والجفن ما غمض ونمت متأخر وكان الحلم بإيدي بس مثل الورد هم يجي يوم ويذبل.